يقول طلب أقرب. فطلب طلعوا وصفوا يعني وبجهد وكان داير يعني أجواء رائعة. على هذا نحن طلاب سنة ثانية. لفتة كريمة لا يقوم بها إلا كريم. طيب تحكي لنا عن حجز الذكريات. موقف والله العظيم صعب، ليه تألمت منه الموقف الآن؟ تقدير جيد. الذي نعتبره أقل ما يمكن أن نقدمه. يدكم الله يسلمك. أي حد حد يمشي السؤال بالفقرة. السؤال علي بكر خميس مناسبة نهاية العام الدراسي 2022-2023 قام الطلاب تنوية 17 فبراير بتكريم المعلمين والمعلمات على جهودهم المبذولة خلال العام الدراسي 2022-2023. فقام الطلاب بتكريم المعلمين والمعلمات داخل هذه المؤسسة العريقة، بارك الله جهودهم وبارك الله في المعلمين والمعلمات على جهودهم المبذولة.